وقد جرت مقادير شغلك يا سيدي فيما يكون مني الآخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وذلي إلهي إن خرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن أخذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أذلها حسن تبكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك.